أهلا بكم في قناة أنس أوفيسال الإخبارية. عاشت الفنانة المغربية سلمى رشيد موقف مؤثر يوم أمس السبت خلال حضورها لنضوة في مهرجان القفطان بمدينة طنجة. وقد تأثرت صاحبة أغنية همسة حب خلال الندوة من سؤال حول إلغاء موعد حفل زفافها بسبب وفاة جدها، لتدخل في نوبة هستيرية من البكاء سحبت بعدها دون إتمام الندوة. ديسمبر اللي فات مي بسبب وفاة الجد ديالي الله يرحمه، الوغ يعني صافي اقتصر الحفل، ماشي حفل، اقتصر بيني وبين العائلة ديالي، لأن الجد ديالي كيعني لي أنا بزاف في حياتي وشخص كنت قريبة منه بزاف. سمحوا لي، شكرا. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.